حلقة جديدة من برنامج فضاء حر نناقش فيها تداعيات استقالة المحافظ علي المعمري أسبابها المعلنة والخفية وما الذي ينتظر تعز أهلا بكم أعاد إعلان محافظ تعز استقالته الجدل حول ملف تعز والغموض الذي يحيط بوضع تعز بشكل عام. يبدو المحافظ مصرا على الاستقاله فيما الرئاسة والحكومة لم تبدي أي موقف حتى اللحظة. ورغم هذا فقد فتحت هذه الاستقالة الباب أمام الكثير من النقاش حول دور المحافظ المعمري خلال فترة قيادته للسلطة المحلية في تعز وباقي ملفات المحافظة التي تعيش أوضاعا غير مستقرة. قال المعمري في بيان استقالته ان هذا القرار ناتج عن محصلة تراكمية تولدت بفعل الاحداث والمواقف والظروف التي مرت وتمر بها المحافظة وما تتعرض له من حرب وحصار وخذلان بعد اشارة سابقة له الى ان مسؤولي السلطة الشرعية يتعاملون بعنصرية مع تعز وقضاياها. يرى البعض ان المعمري لم يقدم شيئا للمحافظه في ظل بقائه خارجها طوال فتره تعيينه وبالتالي سيان بين استقالته او بقائه كمحافظ والافضل هو الانتقال الى وضع اخر بسلطه محليه جديده لتعز تكون قادره على معالجه ملفات المحافظه اصحاب هذا الراي اصحاب راي اخر ايضا يرون بان الامر لا يتعلق هنا بالموقف من المعمر ذاته بل بما يراد لتعز وما دفع المعمر للاستقاله ليس سوى راس الجليد الذي يمكن ان يدفع الاوضاع في المحافظه الى حاله اسوا مع كل هذه التجاذبات القائمه بين اطراف محليه واخرى اقليميه الى ماذا تشير استقالة المحافظ المعمري؟ والى أين يمضي المشهد في تعز في هذه اللحظة؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا في هذه الحلقة مع الصحفي عبد العزيز المجيدي من تعز والناشط السياسي أحمد الوافي من عدن، أرحب بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معكما بسؤال مشترك. هل ترى ان مشكله تعز كانت متمثله بالمحافظ وان المشكله ستنتهي الان لمجرد انه قدم استقالته والبدايه معك احمد الوافي مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى كل المشاهدين نحن نقول بان المعمري احد الاسباب الاساسيه في ما وصلت اليه المحافظه من اشكاليات نتيجه لغياب متواصل للمحافظ منذ تعيينه يعني زار المحافظه زيارات عديده فقط وكانه مراسل لدى محافظه تعز للاسف الشديد ايضا المعمري الذي جاء وفق لاتفاق بين القوى السياسيه لم يقدم للمحافظه اي شيء كان ضعيفا ذهب الى يعني للاسف الشديد الى عمل محاصصه للوظيفه العامه بدل من تفعيل المؤسسات الدولة ذهب لمحاصصه المكاتب التنفيذيه والمدراء واداره المديريات وإلى الى ارضاء الاحزاب السياسيه للاسف الشديد على حساب ابناء المحافظه وعلى حساب خدماتهم على حساب وضع الماساوي في الملف الامني وفي ملفات الاغاثه في ملف اعاده المكاتب التنفيذيه والخدميه في داخل المحافظه، فشل المعمري فشل ذريع، استقالته اليوم الذي نتحدث عنها هي وعليه أنت تعتقد بأن الـ 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 ربما المشكلة تنتهي بمجرد أنه قدم الاستقالة. لا هو استقالة أولاً مناقشتنا من الاستقالة هي استقالة لم تكن استقالة مقدمة بشكل رسمي إلى رئاسة الجمهورية بحسب ما علمت، لكنها كانت على وسائل الإعلام قد تكون من أدوات الذر على التراب على العيون ومن وسائل الضغط فقط وانه لا ينوي ايضا مغادره السلطه المحليه انا رأي اطالب المعمري الان من هذا المنبر بانه يقدم استقالته بشكل رسمي الى رئاسه الجمهوريه مشفوعه بذمته الماليه لفتره ما ما خدم في هذه المحافظه واطالب رئيس الجمهوريه بقبولها باسرع وقت ممكن وانه الا يستهدف محافظه تعز في تعيين قيادات ضعيفه طيب. وهشه طيب. سواء قياده محور ولا قياده امنيه ولا قياده سلطه محليه المساله لن تنتهي المشكله لن تنتهي بالتاكيد لان هناك من وراء المعمري ومن يقوم باضعاف المعمري ومن يقوم ايضا سنأتي الى من وراء المعمري في محور, في محور لاحق مع... دعني انتقل بسؤال نفسه للاستاذ يعني عبد العزيز يعني كنا نتحدث عن مشكلة تعز هل يمكن أن تنتهي بمجرد تقديم المحافظ للاستقالة؟ عموما أنا لما أسمع ما يقول الضيف وفي النهاية أرجو أن مسألة تقديم السيد المعمري استقالته من المحافظ من المحافظة هو تحصيل حاصل ناجم عن تراكمات كبيرة متعلقة بعمليات خذلان المحافظة من كل الأطراف آه خذلان من قبل السلطه الشرعيه وخذلان من قبل التحالف وكان هناك التزامات من التحالف ومن السلطه الشرعيه باسناد دور المحافظ وتوفير آه الامكانيات للجيش الوطني في تعز ودعم واستكمال عمليه تحرير تعز وبالتالي اعتقد بان العمليه ليست مرتبطه تحديدا بفكره الراتب و و ولم يكن الراتب كما قال ايضا المحافظ في استقالته بانه ليس سوى راس الجليد المشكله الكبرى المتعلقه بتعز هي هي مراوحه الامر على ما هو عليه داخل المحافظه من خلال عدم استكمال عمليه التحرير وعمليه التحرير بدرجه رئيسيه بقدر ما تشترك بها مكونات الجيش الوطني في الداخل بقدر ايضا والاطراف السياسيه بقدر ايضا ما هي مرتبطه بدرجه رئيسيه بالسلطه الشرعيه وبالتحالف وربما وجود قرار ب منع أو ربما الامتناع عن عمليات استكمال تحرير تعز لحسابات باتت واضحة لكثير من الأطراف وبالتالي مطلوب فقط البحث عن ذرائع من أجل تمرير هذه الحسابات ويبقى تعز ران هذه المعاناة المتواصلة منذ ثلاث سنوات واختلاق أيضا الكثير من ما يشبه عملية دعاية ممنهجة تعيدنا مجددا إلى عام 2014 قبل الانقلاب وصناعة ذرائع وأوهام للأسف أيضا وجدت أدوات داخلية تعيد عملية تدوير هذه المبررات وخلق أسباب وشقاق أسباب شقاق داخلي من أجل تمرير مخططات إبقاء اليمن رهن صراع دائم ومستمر إلى ما لا نهاية نعم اذا يعني انت تتحدث ربما عن اجنده يعني في فوق طاقة يعني المحافظ المعمري لم يتمكن من تجاوزها متمثلة بعدم جدية ربما الشرعية والتحالف في دعم المحافظ المعمري، أستاذ أحمد ألا ترى بأن في هذا الطرح كثير من من الوجاهة خاصة ونحن نلاحظ بأن الأمر فعلا لا يتعلق بمسألة عودة المعمري إلى تعز من عدمه بقدر عدم وجود جدية حقيقية في دعم السلطة المحلية في تعز مثلا المحافظ ربما أكبر من مثال ما شاهدناه قبل ايام من صرف الرواتب بعد استقاله المعمري وكان الامر فقط يعني منتظر اشاره معينه للصرف وبالتالي ايضا منع الرواتب. آه للتوضيح طبعا الاستقاله جاءت ليس لها مبرر كافي ايضا كانت هناك اجراءات حقيقيه بالصرف كان المبرر الحقيقي لتقديم الاستقاله هو تاخير 10 اشهر يعني وكان يفترض بانه يهدد بتقديم استقالته من سابقا انا المعمري قال قبل سنه انه بيقدم استقالته اذا اذا لم تدعم يعني تعز لدعم كامل للتحرير ولم يفي المعمري اعتقد بانه هو اعطى مبرر لمن يستهدف تعز في مؤامرة على تعز بالتأكيد وهناك محاولة لإضعاف تعز لإذلال تعز لتركيع تعز لمعاقبة تعز الثائرة لكن من يقوم باعطاهم هذه الفرصه هو علي المعمري كيف؟ وقياده المحور وقياده نعم كيف؟ شرح لنا اشرح لنا, لنا كيف, كيف ان علي المعمري طيب يعني ضعفها بشكل كبير في هذه الجزئيه استاذ احمد يعني شرح لنا كيف ان علي المعمري يحارب نفسه ويجعل هذه الاطراف لا يعني تعمل هو هو معها في في التامر على تعز واظهار نفسه كمحافظ فاشل يعني شرح لنا هذه الجزئيه اشرح لك الجزئيه بان علي المعمري لم يقوم بتفعيل المكاتب الحكوميه، لم يقوم ايضا باي عمل بالملف الامني، لم يتواجد بداخل المحافظه، لم يقوم بتفعيل اللجان الفرعيه للاغاثه لم يقوم بفتح فرع البنك المركزي لم يقوم بتفعيل المكاتب الخدميه هل هذه المهام لم احمد هل هذه المهام في يعني هل هذه المهام فعلا في صلاحيات وامكانيات المحافظ فتح فرع في البنك المركزي وايضا فيما يتعلق بالجيش ودمج وحدات الجيش واظنه يعني قام بشوط في في هذا المجال لا لا اعتقد لا. هذه مهمه المحافظ واذا لم تستجب الحكومه الشرعيه فعليه تقديم استقالته في وقت مبكر مثلما عمل المفلحي حينما وجد صعوبات بعد شهرين من تعيينه غادر وقدم يعني وطرح شروط لعودته. المعمري بعد سنه وتسعه اشهر او سنه وثمانيه اشهر الان يعني يظهر لنا بهذه الصوره نتيجه لتاخير الراتب ثلاثه ايام هذا امر غير مبرر اعتقد بانه كان يستقيل يفترض من وقت مبكر. المعمري شخصيه ضعيفه احد الاسباب احد احد مبررات الشرعيه ومركز الشرعيه لاستهداف تعز ولاضعافها ولعدم اعطائها حقها الكامل واستخدام تعز يعني جبهه استنزاف من كل الجهات من التحالف ومن قبل هذه ومن قبل لا لا نعم نعم استاذ احمد لكن لكن بالعوده الى بيان الاستقاله استاذ احمد يعني فيما يتعلق ببيان الاستقاله اذا عدنا له هو تحدث عن عن ان هذا القرار ليس ناتجا عن موقف الرواتب فحسب وانما هو محصله كما جاء حرفيا في يعني الاستقاله محصله تراكميه تولدت بفعل الاحداث والمواقف والظروف التي تمر مرت وتمر بها المحافظه وتحدث عن خذلان اشار الى خذلان والى التعامل بشكل عنصري من قبل الشرعيه والتحالف، ساعود اليك استاذ احمد، دعني انتقل الان الى الاستاذ عبد العزيز، هل ترى فعلا استاذ عبد العزيز بان مساله تاخير الاستقاله ايضا يعني يمكن ان نقيم من خلالها اداء المحافظ يعني هل كان عليه فعلا لمجرد عرقله مهامه في في حينها ان يقدم استقالته او انه يمكن ان نجد له مبررات؟ بالنظر الى الظروف يعني مجمل الظروف التي يعيشها البلد هو, هو هو في الواقع حدد بتقديم استقالته قبل سنه من الان وكانت السلطه الشرعيه قد وعدته بتقديم امكانيات ودعم للمحافظه وظل يتابع ويلاحق من يتحدث مثلا عن موضوع غياب المعمري عن المحافظة وعن مسألة عدم قيامه بأداء واجباته في المحافظة كأنه يتحدث عن وضع طبيعي للبلاد وكأن السلطة الشرعية والحكومة موجودة وكأن أفرادها متوفرين في كل مكان بالأمس وزير الإدارة المحلي عبد الرقيب فتح يقول بأن المشكلة الأساسية لتعز هي غياب المحافظ منذ عامين كما يقول وجاء هذا هذا الكلام على لسان وزير هو بالفعل يعني عباره عن وزير مغترب يعني غير موجود اذا مثلا اذا اراد المحافظ المعمري قصد وزير الاداره المحليه بامر ما يخص محافظه تعز، فمن اين فما هي الطريقه لاكمال اجراءات اداريه معينه مع الوزير فتح؟ وهذا الامر ينطبق ايضا على الحكومه بشكل كامل. ليس هناك حكومه وليس هناك مقر لحكومه موجوده في عدن، وليس هناك هياكل اداريه يستطيع احد ان يتعامل معها بشكل واضح. وليس لدى ايضا هذه الحكومه خطه للتعامل مع المحافظات الواقعه تحت سيطره الميليشيات او التي تواجه حرب منذ ثلاث سنوات كما هي تعز مثلا، وبالتالي الامر لا يحتاج الى ملاحقات شخصيه حتى يتم تقديم بعض المعونات البسيطه المتعلقه بالوضع الصحي مثلا او المتعلقه ببعض الامدادات الخاصه باسلحه بسيطه للجيش. المحافظ لا يعني ان المحافظ كان اداؤه مثاليا. لكن في النهايه كان اداء مرتجلا ضمن الاداء المرتجل الكامل للبلد وبالتالي كان يقوم باداء ادوار معينه ساهم المتابعة في دمج الجيش وأفراد المقاومة بالجيش الوطني والأمن وتم ترقيم أعداد كبيرة من هؤلاء وكان هذا مكسب كبير لتعز بغض النظر عن الإشكاليات التي لا زالت مستمرة حتى الآن لأننا في وضع البلد تعيد فيه بناء نفسها من الصفر تعز دمرت أصلا وهي كانت واقعة تحت سيطرة ميليشيات كل أجهزة الدولة التي كانت موجودة في تعز هي عبارة عن منظومه تابعه لعلي عبد الله صالح، الامن الذي كان موجود في تعز هو عباره عن رصاصات واسلحه وجهت الى صدر تعز لاحقا واصبحت جزء من الميليشيات، كل القطاعات المدنيه والعسكريه ايضا كانت جزء من هذه الشبكه وبالتالي مساله العمل في وضع حرب وقصف على المدينه وبنفس الوقت ايضا اعاده بناء الاجهزه الامنيه كان يقتضي بالضروره عمليه تعاون واسعه من قبل القوى السياسيه والمكونات العسكريه وال أمنية في تعز بحيث يمضي الجميع متشابكين باتجاه بناء مؤسسات الدوله وايضا العمل على تحرير ما تبقى من المحافظه لكن ما شاهدناه خلال المرحله الماضيه هو عمليه تنافس سياسي بين مختلف الاطراف كانت تبحث عن محاصصات سياسيه وتبحث عن مواقع وادارات وما الى ذلك وكان كل طرف عندما يخفق في الحصول على تعيين معين يقوم بمهاجمه الطرف الاخر واختلاق الكثير من الاشكالات في هذا الجانب احمد الوافي الان ضيفك الموجود الان اضطريت اليوم لمتابعة صفحته فقط تحضيرا لتحت إلحاح التحضير للحلقة وجدت بأن الرجل يكتب كتابات لا تسعى على الإطلاق من أجل تحرير تعز بل تسعى لخلق معركة كبيرة وواسعة داخل تعز تصوري أن ناشطا سياسيا أو حقوقيا وهو يمثل عموما ايضا هذا تيار سياسي موجود داخل تعز يصم مثلا حزب الاصلاح بانه العدو الاكبر لليمنيين وان هذا الحزب هو ما يجب شن الحرب عليه والتخلص منه ودعا الى تحويل مقراته وثروته الى اهداف مشروعه لليمنيين وقال بان وقت اباده ركزي على المفرده وقت اباده هذا الحزب قادمه لا محاله وربما هو يبشر ربما بسيناريوهات من نوع ما، هل هذا الامر يخدم مثلا تعز؟ من يخدم؟ اذا خطاب كهذا يروج ويسوق من اجل اختلاق اشكالات سياسيه بين اطراف في النهايه تعيدنا الى المازق الذي وقع فيه البلد عام 2014، نحن نعرف من مول تحركات الانقلابيين ودعم وساند هذه التحركات. ودفع نعم. دفع لها الاموال نعم في هذه وبرل الجزئيه دعنا حتى, 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 حسب حتى حسب نعم. الاصلاح حتى سقطت نعم. نرتب النقاش و... استاذ عبد العزيز دعنا نتوقف عند هذه يصفقون من اجل اسقاط البلد بقي حزب الاصلاح وانهارت البلد نعم. اذا في النهايه من يخدم مثل هذا الخطاب هذا هذا السؤال مثلاً دع دعني اوجه السؤال مثلاً لبعض السؤال الاطراف هل يعني اننا في وقت لاحق سناتي ونطالب وندعو الى اباده مثلا ابو العباس وجماعته هذا في النهايه مكون من مكونات تعز اذا لماذا نمضي باتجاه مثل هذه الاحتقانات واثاره المشكلات بما يخدم اجنده خارجيه لا تسعى عمليا نعم. اذا لمصلحه لمصلحه من هذا الخطاب احمد الوافي يعني وانت واحد ربما من الذين شنوا حمله مكثفه على المحافظ المعمري منذ وقت مبكر يعني منذ حتى قبل ان يعني يعني يستطيع ابناء تعز تقييم ادائه منذ اليوم الاول وانت تشن حمله على المحافظ المعمري برغم معرفتك بهذه الظروف ولمجرد ان قدم المعمر استقالته ايضا رشحت من على صفحتك ابو العباس كمحافظا بديلا للمعمري كيف يمكن ان نفهم هذا الطرح؟ اولا لم اسمع ضيفك بشكل كامل لكن انا اريد ان اقول شيئا هو, تح... هو تحدث تحدث عن عن مواقف ما المجملة ما حصل ما حصل في 2014 اولا اعقب على كلام الاخ عبد العزيز المجيدي يفترض بان احنا نتكلم بموضوعيه عن ما حصل في 2014 بانه ما اقام ما ندعم الانقلابيين هو سلوكيات الاصلاح في حكومه الوفاق الوطني ومن أكسبهم حاضنة شعبية وهم بسلوكياتهم اليوم بإقصائيتهم للغير بسلوكياتهم الـ 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 الاستحواذية بطريقتهم التسلطية وفرض سلطة أمر الواقع هم من يعيدون الآن قوات يعني من يعينون الإنقلابين على استمرار قوتهم نعم هذه رقم واحد، رقم اثنين بان احنا يعني هذه طبعا احنا تحتاج تفسيرات كثيرة أبو تحتاج هذا ما... هذا الطرح يحتاج لتفسيرات كثيرة ومبررات كثيرة وهو خارج على اي حال خارج اطار نقاش دعينا استكمل دعينا استكمل ما بداته، دعينا استكمل ما بداته في موضوع ماذا قلت لابو العباس عندما رشحت ابو العباس نحن نرى بان لا ما ما يجري في تعز هو مليشيات اخوانيه ومليشيات سلفيه نحن طالما يوجد في مليشيات فاذا فنقول احنا الاخف ضررا عندما يكون لماذا لا تكون ميليشيات ميليشيات نعم طالما, أنت, طالما أنت, انت تصنف لكن عندما طالما انت تصنف الان ط... ت... اذا نستخدم الرقعه الأس... نعم نعم اخ احمد يعني طالما انت تصنف الإصلاح المقاومه صنفتهم كميليشيات اخوانيه وميليشيات سلفيه على طريقه الاصلاح ميليشيات الاصلاح نعم. ميليشيات نعم. نعم مليشيات لماذا لا تختار الإصلاح محافظ الاصلاح ميليشيات وحول, وحول الجيش الوطني كله مليشيات الى ميليشيات الاصلاح مثلا ما أعيد سؤالك عفوا يعني أنت تعتبر بأنه تحدث عن ميليشيات داخل تعز وتصف المقاومة الشعبية بالميليشيات وهي التي طبعاً اندمجت في الجيش الوطني وهذا كلام يعني تتحمل أنت أنا أقول بأن الإصلاح, يعني أقول بأن يعني الإصلاح رفض العمل العسكري لماذا تم يعني, يعني وقع اختيارك على أبو العباس كمحافظ بديل للمعمري ولم يقع على شخص آخر من ميليشيات أخرى كما تقول لانه اقوى شخصيه في داخل تعز واجهت هذه سلطه الامر الواقع واستطاع ان يحرك شيئا ما في الملف الامني وايضا في فتح بعض المكاتب التنفيذيه وحمايتها مثل مكتب الجوازات وغيره، اذا قلنا احنا نحن هذا فقط راي شخصي طالما يوجد هناك فقط معالجات اذا عندما يكون في عندنا سرطان اذا معالجته بيكون فيها سايد افكت في في اعراض جانبيه لهذا العلاج اذا نعم, نعم. استاذ احمد خلينا نفهم خلينا نفهم هذه النقطه اذا انت الان نعم. تتحدث انت الان تتحدث عن شخصيه هي الاقوى على الارض كما كما تحدثت وان أه سميت الاصلاح او المقاومه التابعه للاصلاح بانها أه ميليشيات الامر الواقع يعني هذا الفرز الجديد بالنسبه لك الا يعتبر هذا أه يعني تصريحا مبررا ل أه يعني عرقله عمل المحافظ طالما تتحدث عن ميليشيات تفتح يعني مؤسسات الدوله وتشرف على مؤسسه الدوله مع انه ما نعرفه نحن بان يعني جماعه ابو العباس اقتحمت مؤسسه الدوله ونهبت يعني ممتلكاتها وقصفتها من يقوم كان باداره المعماري ومن كان يقرر المعماري عليه ان يوقع التوقيع الاخير الميليشيا الاصلاح هي من كانت تدير المعمري، الاخوان المسلمين هم من يتحكمون بكل تفاصيل ما قام به المعمري، وهم من يقعدون في جنبه وفي مقره وفي مقيله وفي تركيا وفي القاهره وفي الرياض، علي المعمري صار بمجرد يعني قلم في كيس الاخوان المسلمين يوقعون فيه متى ما أرادون هذه الحقيقه للاسف الشديد المعمري آه هو كان اداه بيد الاصلاح الذين يحبون ان ياكلون الثوم ب اسنان غيرهم هذا دائما و والح والح والحال بابو العباس طيب وهذا ما ادى حل... الى ضعف المعمري ووصوله الى هذه المرحله للاسف الشديد طيب. نحن نقول بان اذا لم توجد شخصيه يتوافق قويه ويسمح لها وتتوارى الجهات والاحزاب السياسيه من السيطره وفرض امر الواقع لن ياتي الا شخص ميليشاوي بقوه وقوي ولن يكون سواء الا ابو العباس او شخصيه اخرى في مواجهتهم اما اذا اردنا شخصيه مدنيه قويه فعلى الاصلاح ان يتوارى على علي محسن ان يقفل تلفونه من الاتصالات واختراق اين تعز. يذهبوا اين يذهبوا مثلا على على, على على على, الاخوه في 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 الحكومه نعم الشرعيه أحمد. تغيير المنظومه الامن منظومة الأمن ومنظومة يتواروا أين يذهبوا؟ علي محسن تريد أن الإصلاح يذهب. بشكل طبيعي نعم، إلى أين يذهب الإصلاح؟ يتوارى أين يذهب؟ ليس يتوارى، يأخذ حجمه الطبيعي، إما أن يسيطر في كل في كل في في بميليشياته وبقوته وبسلاحه، هذا أمر غير مقبول طيب وستكون النتائج نفس النتائج ما يتكلم عنها عبد العزيز المجيد إذا طيب إذا كان لكن على على عبد هو الأكبر وهو الان يروج له بسلوكيات الاصلاح الذي نعم. الـ الـ الذي تخلق حاله من التذمر طيب حاله طيب من, من الرفض يعني المجتمعي لسلوكيات الاصلاح الذي لا تتوقف عند حد طيب اذا استاذ عبد العزيز ما رايك بهذا الطرح يعني وخاصه اذا ما نظرنا بان من قادوا حمله ممنهجه على المحافظه المعمريه منذ البدايه هم الان يدعموا فصيل معين من فصائل المقاومه ربما هذا الفصيل هو الفصيل الذي ربما رفض الاندماج في المقاومه الشعبيه وكان الاكثر تمردا على يعني مؤسسات الدوله ومؤسسه الجيش الرجل يرد على نفسه بنفسه هو يتكلم عن ميليشيات تابعه لفصيل معين فرضت امر واقع داخل المدينه وبالتالي سيطرت على الاوضاع واعتقد بانه يقول بان هذه الميليشيات اصبحت هي القوى المسيطره داخل تعز ولم تجد من يقاومها بمعنى اننا في مواجهه وضع مختلف كما ويتناقض مع ما يقول بشان وجود ميليشيات اخرى. في الوضع العام لتعز كانت هناك مقاومه شعبيه تكونت من كل الاطراف السياسيه والجماعات السلفيه وغيرها، هذه المكونات صدر بشانها قرار جمهوري لتندمج في الجيش الوطني والاجهزه الامنيه، تم تشكيل هذه الالويه واصبحت جزءا من هذه التكوينات واصبحت تتصرف بشكل او باخر كالويه عسكريات باستثناء بعض الفصائل التي لا زالت ملحقه باشخاص وافراد، وهؤلاء الاشخاص والافراد اعتقد ان لديهم قابليه لان يندمجوا فقط ربما لان هناك شكل من اشكال الاستقطاب او ربما التشجيع من قبل بعض الاطراف، وهناك بعض الاحيان من قبل اطراف سياسيه توفر لهم بعض الغطاء بشكل مخل، عندما مثلا السيد ابو العباس وهو فقط لقناعات فقهيه وفكريه يقول بان هو ضد فكره الحزبيه مثلا، لكن عندما يتم التسويق لهذا الرجل من قبل أشخاص حزبيين وهم يستمعوا لهذا الخطاب المناقض للعمل الحزبي والتعددي وهو الطبيعي فأمر حتى الآن لا زال يثير الشكوك ويذكرنا هذه المرحلة هي تذكرنا بالأجواء السابقه لعمليه الانقلاب وعمليه التحضير التي تمت وشاركت حتى فيها قوى سياسيه للاسف بفعل النكايه والخصومه السياسيه هذه اطراف لم تست لا لم تتعلم من التاريخ ولا من التجارب ولا 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 استطاعت ان تقرا التجارب بشكل حقيقي اليمنيون لا يستطيعون ان يتناحروا حتى اخر لحظه احمد الوافي كتب ذات مره بان علي عبد الله صالح اذا اجهز على أه 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 الحوثيين اذا اجهزوا على علي عبد الله صالح فان هناك ايادي كثيره ممدوده بيضاء طيب الد... ستمتد لهم لكي في, آه في 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 فيما بداوا نعم وايضا لي شرع آه شرع آه ويمكن ايضا ان يتم التسامح معهم بطريقه او اخرى نعم استاذ عبد العزيز هذا الخطاب الذي وصفته بانه تكرار لما حدث في, في 2014 برايك الى ماذا يشير في تعز؟ ارتكب المزاجر بشكل يومي في تعز مثلا فلماذا انت بهذه الحديه تجاه حزب سياسي يمارس مهامه السياسيه ويرتكب نفس الاخطاء التي تمارسها نفس القوى السياسيه وربما نفس التعصب ولكن مع هذا لا يزال طرف سياسي قابل للتعامل نعم والمراجعه. يبدو ان عبد العزيز لماذا طيب؟ هذه الحديه يعني إذن أنا, ف... انا هذا س... هذا, هذا الامر كيف يصدر من ناشطين تصريحات من هذا الكلام نحن نريد ان نتعايش التعدديه السياسيه من عام 90 وليست طارئه ولا جديده وبالتالي يفترض ان نكون نحن ابناء جيل ثقافه تعددية الاحزاب والاراء والافكار والتداول السلمي والسلطه وبالتالي نحن نقف ضد كل الممارسات الخاطئه سواء كانت من التجمع الاصلاح سواء افراد او هيئات او جماعات من الاصلاح من التنظيم الناصري من الحزب الاشتراكي جميع هؤلاء ارتكبوا خطايا بحق البلد وبالتالي لكن لا لم يرتكبوا الخطايا التي ارتكبها مثلا الحوثي الحوثي نحن اليوم لا ندعو لابادته نحن ندعو فقط لتخليص البلاد من شعوره إعادة الأسلحة التي طيب. من خلالها استخدم عملية إكراه لليمنيين والسيطرة على البلاد لا والآن تنحرف المعركة تماما عن القسم الرئيسي نعم إلى مكافات جانبية نعم يبدو آه أن عبد العزيز يسمعني سأتحول آه آه إليك أحمد إذا طرح عبد العزيز كلاما مهما طرح عبد العزيز كلام مهم يتعلق بهذا الخطاب الذي يعني تبناه عدد أيضا من الناشطين المدنيين والسياسيين تجاه حزب الاصلاح وهو طبعا ليس موضوعنا الان لكننا نتحدث عن مشهد في تعز كانطلاقه لهذا النقاش وكان قد تساءل كيف قبل هؤلاء النشطاء المدنيين والسياسيين بميليشيات مسلحه كما وصفتها انت، بينما لم يستطع هؤلاء الشباب تقبل حزب سياسي مثل حزب الاصلاح وهو الحزب الذي لديه خبره سياسيه تراكميه لعدد من الانتخابات، وايضا لم يتقبل المحافظ المدني الذي حتى عند زيارته لتعز يعني اطلق الرصاص عليه ويعني وافشلت كل مساعيه ومهامه، يعني كيف يمكن ان تفسر لنا هذا التناقض؟ قبولكم بعمل ميليشاوي خارج اطار القانون ورفض لأي عمل سياسي وحزبي ومدني والله أنا أتحدث عن نفسي وعن كثير من زملائي بأننا أول من نادى بعمل عسكري وسعينا في هذا العمل وأسسنا ومن رفض هذا العمل المؤسسي هو حزب الإصلاح هو نظرا منه بانه قادر ان يخادع المجتمع وان يقول لهم بان هناك مليشيات هناك مليشيات اخرى هي التي لا تنتمي للاصلاح، اما مليشيات الاصلاح سواء كانت حاسم ولا الصعاليك ولا الحمزه ولا الطلاب ولا كل المكونات التي في اطار الاصلاح هي ليست مليشيات هي اطار هي تكوينات عسكريه لبست الميري واخذت وادت ولاءها علي محسن لا نضحك على هذا المجتمع يعني نائب القادر على, على القوات المسلحه احمد لم يعد يتقبل الزيف و... يعني احمد انت تتحدث نب... الان عن جيش تتحدث عن عن شخصيات بي... عسكريه تابعه للدوله نحن نتكلم نحن نتكلم بان المليشيات من من رفض العمل العسكري هو حزب الاصلاح من <متحك> مكن قبلت التمريات وط... يكون عضو يعني العسكري و... هو صادق على فكر الذي تبعنا الى حزب الاصلاح من 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 مكن المدنيين بان يكونوا جزء من المنظومه العسكريه يديرون بدل ما ان يتسلموا ورتب فخريه وان يكونوا في اطار التشكيله آل... 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 آل العسكريه وقدوم عسكريين هم الاصلاح من <applause> طيب 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 اذا طالما انت تحدثت الان عن الصعاليق وتحدثت عن حزب وتحدثت عن الاصلاح لأنهم رفضوا بان يندمجوا في الجيش اين هو الجيش الوطني اذا إذا كانت إذا كنت استبعدت كل هذه المكونات من الجيش. للأسف الشديد هناك مكونات حقيقية بداخل الجيش تم اختراقها وتم تحشيد لها من من منتسبي الإصلاح الأسماء الوهمية، أنا الآن في داخل تعز 40 43 ألف اسم عسكري مدني يعني سواء أمن أو قوات مسلحة، أتحدى أن تجمعي لي 18 ألف اسم. جميعهم من منتسبي الاصلاح ممن يعملون في تركيا وفي داخل الرياض وفي داخل المحافظة الاخرى ويتم استسلامهم رواتبهم هذه المشكلة هي المعيقة لسلطة محلية معيقة لبيان لإقامة الدولة معيقة لكل شيء م. لمن المؤسف جدا نقول احنا مشكلتنا في اطار تعز يعني ايضا هو بالدرجة مع الاساسية هو ال 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 كل القوى السياسية في مقدمتها الاصلاح بدرجة اساسية اذا مشكلتك مع كل القوى السياسية ما عدا ابو العباس <الذي, الذي الذي رشحته بأن يكون محافظا بديلا لا, لا ابو العباس هو جزء من المشكله لكن من مكنه؟ من سمح بشغل مليشاوي؟ اذا أه. من الذي يحاول يصور ابو العباس هو الوحيد بأنه مليشيا والبقيه انهم جيش وخريجين الكليات الحربيه؟ هؤلاء أه. ما, ما يحصل الان هو تضليل وتزييف للوعي وعي المواطن. ابو العباس هو ضمن المنظومات الخارجة عن, 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 العمل العسكري للأسف الشديد لكننا نقول هو الأقل ضررا لأنه صادق وأكثر وضوحا ويصرح بأنه يعني سوف يقوم بجانب الدولة وله تجارب أيضا بأنه ساند إقامة مكاتب تنفيذية اذا اذا استاذ عبد العزيز يعني انت كيف تنظر الى لم لماذا لماذا نعم؟ لماذا الاصلاح لا لماذا الاصلاح يصر على التمسك بمحافظه تعز ويبقيها رهن اقامه رهن رهن لتسويته في داخل اليمن بالكامل، الاصلاح صار غير موجود بداخل عدن، صار موجود داخل عمران مقره الاساسي وبداخل صنعاء، اذا لماذا يرهن تعز كلها لكي يتبقى؟ نعم، إذا عبد العزيز يعني يبدو أن الأستاذ أحمد يرى بأن المشكلة الرئيسية في تعز هي متمثلة بحزب الإصلاح، ويتحدث عن نموذج في عدن تم استبعاد الإصلاح عنه تماماً وأيضاً عن عمران كنماذج ربما يعني يراد لتعز أن تكون مثلها، كيف يمكن أن نفهم هذا الطرح في هذا التوقيت مع ما شاهد مع ما شهدناه من موضوع الاستقالة وتداعياتها؟ أنا عموما لم أسمع ماذا يقول الضيف لكن في النهاية ما يحدث هو محاولة لإعادة إنتاج وهو أيضا استمرار بنفس الخطاب القديم الذي مهد لانقلاب 21 سبتمبر وأدى إلى ما أدى إليه يتم الحديث على الدوام بان هناك حزبا مستهدفا وهو على فكره ايضا صدى صدى لخطاب لدول لديها اجنده معينه وايضا هي شريكه في التحالف وبالتالي استخدم استخدم الاصلاح كشماعه من اجل الحاق الاذى بالبلد وادخاله داخل في ازمه وحرب ادت الى ما ادت اليه لو سألنا هذه الأطراف حتى الآن إذا كان المخطط الذي أنفقتم من أجله مليارات الدولارات من أجل جهاز الثورة اليمنية وربما أيضا القضاء على ما تحقق من مكاسب بسيطة بفعل التسوية مثلا ما الذي هل انتهى حزب الإصلاح مثلا أم أن المسألة استخدمت فقط لإسقاط البلد في حرب هذه الدول نفسها عادت وأنشأت تحالفا عسكريا وهي اليوم تقول بأنها تواجه الحوثي والخطر الإيراني وبالتالي يعود إنتاج ذات المسلسل آآ آآ مثلا عدن محافظة عدن وهذه المحافظة والمحافظات الجنوبية عمليا جرى, من جرى فيها إسكات كل الأصوات السياسية وليس الإصلاح مم. ورغم أنه يتم أيضا استهداف حزب الإصلاح بشكل صريح وواضح وفي في ظل نعم. سياسي داتو. مطبق من بقية الأطراف بشكل مخزي بغض النظر عن مواقف الاصلاح واخطائه فهو حزب سياسي كما قلنا لديه كل الكوارث والاشكالات التي توجد في كل الاحزاب لكن مع هذا تواطات وصمتت هذه الاحزاب والوضع كما هو عليه الان موضوع في الجنوب، انا كنت اود ان اسال احد من هؤلاء الذين يتحدثون عن الاصلاح وما الاصلاح والسبب الذي يتم تسويقه لماذا تم منع محافظ محافظه عدن المفلحي من مزاوله عمله في عدن؟ المحافظ المفلحي معروف بانه ذو جذور ناصريه وهو جنوبي اصيل ورجل تكنوقراط وصاحب خبرات غير عاديه في الجانب الاداري والاقتصادي، لكن ما الذي حال دون استمرار هذا الرجل في اداء نعم. عمله في مفلح. طيب. هذا كلام مهم هذا كلام فقط مهم ربما ربما يمكن ان نقيس عليه رجاء نعم. كما طيب. اتحتي لضيفك الحديث وسمحتي له بالكثير من الاسئله دعيني اكمل فقط هذه طبع. طبع. النقطه وهي متعلقه بهذا به المبرر الذي يتم لوكه واعاده تجميعه من قبل الكثير من القوى في الداخل وفي الخارج هو هو بهدف هو يهدف اصلا الى احداث حاله انقسام سياسي تسبب ايضا حاله صراع وتؤدي الى حاله صراع وربما كان الأخ أحمد يبشرنا بعمليات إبادة قادمة لحزب الإصلاح وبالتالي هو ربما يقول أو يؤكد على مسألة أن ليست إبادة الإصلاح وإنما اقتتال يمني يمني قادم بذرائع مختلفة هذه الذراع هي الهدف الرئيسي لإسقاط البلد في مجموعة صراعات وحروب وانقسامات تؤدي إلى الهيمنة على البلد وفرض العصاية عليه وهذا ما يخدم هذه الأطراف حتى اليوم الإصلاح حزب سياسي موجود والبلد هو الذي يعاني من من <applause> وهذا أيضا يقودنا إلى سؤال عبد العزيز هذا أيضا يقودنا إلى سؤال كيف يمكن بحيث يصبح نعم عبد هو الميناء الرئيسي اليوم تصوري مثلا أن التحالف العربي والأمم المتحدة يعتمدان بشكل رئيسي لتوصيل الإمدادات لليمن عبر ميناء الحديدة لماذا إذن لماذا وجد ميناء عدن؟ لماذا لا يعمل؟ لماذا لا يشتغل بكل جهوزيته وكفاءته؟ هذه أهدأ اسئله أهدأ لكثير أهدأ من هؤلاء الذين يرددون نعم اسطوانات فارغه، هدفها فقط ايضا التسويق لفكره خلق ممرات من اجل آآ آآ صناعه حلبات جديده لصراع وساحات قتال ودماء نعم وهذا نعم يقود الى سؤال يا صاحبي مهم لن جداً نستطيع ان نعيش في ظل هذه الافكار التي تقوم على مساله اقصاء نعم الاخرين، لا الاصلاح يستطيع ان يقصي ابو العباس ولا ابو العباس يستطيع ان يقصي الاصلاح ولا يقودنا <applause> الى كيف, كيف يمكن كيف يمكن الان آه فتح جبهه جديده داخليه ظل هذه التناقضات هذه نعم افكار قديمه تنتجها آه نعم عقليات كهله لنخبه سياسيه دمرت البلد ودمرتنا نعم نعم وهي تعيد انتاج طيب وهذا هذا يقودنا اذا الى سؤال البلد وبالتالي نعم يجب ان نعيش معا ونحقق اهداف العيش المشترك معا أو أن نسقط في حالة توهان إلى ما لا ولن نخرج إلى طريق. نعم أرجو أن تضع السماعة في أذنك عبد العزيز حتى تسمعني. أحمد يعني هناك أيضا هذا يقودنا طرحك و يعني ومن يدور يعني معك في هذا الفلك. أه يقودنا إلى سؤال الحديث عن فتح جبهات الآن داخلية داخل المقاومة، صراع داخلي بين المقاومة وإقصاء الإصلاح و أو إقصاء أبو, أبو العباس و... 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 وما إلى ذلك من هذا الطرح، كيف يمكن لتعز هذه المنهكة التي وهي تقاتل في صف واحد و... وحتى الآن لم... لم لم تنجح يعني من آه لم تنجز معركة التحرير، كيف يمكن أن تنجح في حال إذا ما فتحت هذه الجبهة التي تتحدث أنت عنها الآن؟ يعني تريد أن تفتح صراعات تتحدث عن صراعات بين آه أبناء تعز كما تقول وبين الإصلاح آه ك... كجبهة داخلية، كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ أنت تتحدثين وكأننا سنفتحه اليوم، من فتحوه فتحوه من قديم من فتحوه هو مسؤول عنه، لا لا أريد الخوض كثيرا في هذا المجال، ندع المشاهد هو الحكم، نحن حذرنا من وقت طويل عن أشياء كثيرة وهي تحدث اليوم، وما نحذر منه اليوم سيحدث غدا، نحن نقول هل بإمكان القوى السياسية وأولها الإصلاح أن يقدموا شيء لتعز بأنهم أن يقفوا عند مشروع واحد موحد عند استعادة مؤسسات الدولة والقبول بشخصية توافقية أيا كانت ويساندوها بحيث اشتراطات أساسية أولا استكمال عملية التحرير لكامل محافظة تعز تفعيل مؤسسات الدولة الإيرادات الدولة يجب أن تذهب إلى مؤسسة واحدة وهي السلطة المحلية المخولة ووقف أي عملية ابتزاز لأموال وإيرادات وهي التي تؤجج من الصراع الشيء الثالث تشكيل وحدات عسكرية مدربة وتأهيلها للقيام بمكافحة الإرهاب والقبض على الإرهابيين والقبض على من يقوم بقتل المقاومة والجيش الوطني في داخل الشوارع الشيء إعادة التنسيب للمؤسسة الأمنية وإشراك جميع الفاعلين ممن لم يشاركوا في الحوثيين والإنقلابيين في بنادقهم باتجاه تعز عدم الإقصاء المهام. هذه المهام أيضا تمكين القياده المحافظه الجديد من العمل باستقلاليه تامه والابتعاد نعم بتهديده بوسائل اعلامهم بتهديده بقدراتهم المتواجده وبنيتهم التنظيمية هذه المهام التي تتحدث عنها هل هي أو أو مخوله للاصلاح ام للدوله يعني هل تطلب انت الان من الاصلاح ان يقوم بكل هذه المهام؟ الاصلاح هو فرض نفسه كسلطه امر واقع نتيجه لوجود اطراف داخليه حبت ان تتعامل مع عملائها السابقين وان تدعمهم بالمال مثل السعوديه وقطر وغيرها وايضا في اطراف ثانيه داخل الامارات تدعم أيضا اطراف هو من الرواتب نحن عن نقول يجب ان تتوقف الدعم الخارجي وان يحول الى مساعده الدوله اما اننا نسمي الدعم أشهر. القطري والدعم السعودي بانه دعم مباح والدعم, والدعم الاماراتي بانه محرم هنا نقول باننا في اشكاليه حقيقيه بأن الإصلاح يحرم على غيره ما يحله لنفسه وهذه مشكلة كبيرة في أحزاب سياسية ترفض الأمر هذا جملة وتفصيلا والطالب بإعداد برامج حقيقية وأن ندير أنفسنا بأنفسنا لم يسمع شيء منها التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الذي أتشرف بأن أنتمي إليه كان هو من اول من نادى في عمل عسكري وكان سلمنا كل كل ما يحصل اليوم في داخل عد في داخل تعز ولكن الاصلاح من وقف سدا منيعا امام عمل عسكري في وفق مؤسسات عسكريه ورضية بالمليشيات وهو اليوم يتحمل الجرم الاكبر بما يحصل لتعز بل الجرم كاملا بما يحصل, يعني يحصل تعز كنت اسالك احمد هل ايضا الاصلاح يتحمل مسؤوليه عدم صرف الرواتب في تعز حتى نفهم حتى نفهم احمد انت الان رميت كل مشاكل البلد على الاصلاح فهل يمكن ايضا اعتبار قطع رواتب تعز جزء وال... من مهام الاصلاح؟ الحوثيين وصالح والاصلاح المثلث، المثلث الارهاب نعم. اتحدث عن صرف رواتب الموظفين احمد وما واحده من اهم اسباب تقديم استقاله محافظ تعز وتدمر ابناء تعز ومش... واحدة من ابرز مشاكل تعز هي قطع رواتب تعز منذ تسعه اشهر، هل ايضا الاصلاح هو من منع الرواتب عن تعز؟ هل خرج الإصلاح يتظاهر من هذا العقد؟ لغض النظر عن أفراده، الآن الرواد. لأن قطاع المدني يستلم من القطاع العسكري. الإصلاح عساكره يستلم من القطاع المدني. م. وانهم أسماء وهمية ويقومون باكتزاء مبالغ مالية من علي محسن واللجان الخاصة في داخل السعودية ومن قطر واللجان الإغاثة يوزعون على أفرادهم ولم يخرجوا بمظاهرة في الشوارع من خرجهم أفراد قلة للأسف الشديد. وكأن الإصلاح غير معني بهذه الرواتب وبدأ وتعرف و و و الشارع نعم على الإصلاح بأنه غير معني بهذه المسألة طيب احمد يعني على اي حال وماذا عن المعلمين والموظفين المدنيين التابعين للاصلاح على اي حال اتحول اليك استاذ عبد العزيز للتعليق على عساكر جميعهم عساكر نعم حتى المعلمين عساكر طيب على اي حال استاذ عبد العزيز يعني تعليق منك على هذا الطرح الذي نسمعه الان والذي يعني ارتفعت وتيرته خلال الفتره الاخيره وايضا تعليق على ما تم تسريبه خلال الايام الاخيره بعد استقاله المعمري حول الضغوط التي مورست على المحافظ المعمري لانشاء حزام امني في عدن والتي رفضها المعمري وبالتالي تم ممارسه كل هذه الضغوط والابتزاز على عليه لا اريد ان اتحول هنا الى وكيل عن حزب الاصلاح فله ايضا منابره ووسائله لكن انا كمتابع وصحفي اتابع ايضا كل التفاصيل المتعلقه بتعز وجزء منها وعيشها وبالتالي مدرك تماما ماذا يحدث داخل تعز وكنا قبل سنه ونصف من الان او بدايه عام 2016 تقدمت وزملاء صحفيين بمبادره من اجل التوقيع على وثيقه عهد عام تعز كانت هدفها جمع كل الفصائل والاطراف والقيادات السياسيه من اجل نبذ الصراعات الجانبيه، الاجتماع على فكره تحرير تعز، رعايه الشهداء والجرحى، اشياء كثيره متعلقه بعمليه اعاده تفعيل مؤسسات الدوله وغيرها، وللاسف الشديد هذه المبادره وجهت برفض من قبل اطراف سياسيه وايضا وفصائل في تعز، وبالتالي صمتنا لاننا كنا نعرف تماما ان عمليه استقطاب كبيره تجري داخل تعز وبالتالي تحت نفس المخاوف والاشكالات التي ادت الى اغراق البلد داخل نفس هذه الحفره التي يجري عن يجري الحديث عنها الان. الكل يتحدث ان هذا الاصلاح البعبع اصبح وراء كل الاشكالات الموجوده، لم يعد موجود في البلد سوى هذا الاصلاح وهذا الاصلاح التهم البلد وقوضها و ولاحقا ياتي احد كالاخ احمد الوافي ويقول بان قوه امر واقع. لأبو العباس استطاعت السيطرة على مؤسسة الدولة وفرضت نفسها عليه وبالتالي لم نعد نعرف ماذا يراد هل هو الإصلاح أيضا قوة سيطرة وموجودة داخل تعز أم أن آخرين هم موجودين كقوة سيطرة وبالتالي هم يفرضون هذا الواقع البائس وماذا عن مخطط الحزب الأمني في الذي تعز عنه أحمد عزيز. هو جزء من المشكلة في تعز هو يقدم اجابات عن طبيعه الادوار التي تقوم به بعض الاطراف داخل تعز من اجل الايقاع بتعز نفسها وباليمن والاستمرار في نفس الكارثه اليوم كثير من الاطراف تحولت فقط الى رافعين تقارير على بعضهم في تعز وتضخيم فكرة الإصلاح وضمن قوقة وبعبع يتم صناعته إقليميا من أجل تبرير أشياء أخرى هي هذا ما, ما سمعناه على من أجل ابتزاز آه اليمنيين آه أكثر من بس تسريب الإصلاح. الإصلاح حزب الإصلاح حزب الإصلاح يمضي باتجاه التكيف مع كثير من الأزمات والمشاكل وبالتالي يعيش ويستمر بينما اليمنيين ينهارون هذه المبررات التي تم تسويقها يعني للأسف مبررات سخيفة ولم تعد مستساغة نعم أشكرك الشكر لدينا تجربة يا جماعة أشكرك تجربة طازجة لا زالت من 21 سبتمبر السابق نعم. 2014 تقول بأن و... وهي تعد نفسها الآن نعم أشكرك جزيل الشكر حزب تريد الإصلاح كانت تريد إسقاط اليمن في الحرب وأنتم مستمرون بهذه الكارثة التي تصنعونها الآن أشكرك جزيل الشكر عبد العزيز المجيدي الصحفي كنت معنا من تعز وأيضا الناشط السياسي أحمد الوافي كان معنا من عدن أشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة ألتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد في أمان لا